تعزيز البنية التحتية للمحاكم ودور القاضي المقيم للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة المعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة النواب والنائبات المحترمين. من موقع أهمية تقريب القضاء من المواطنين والمواطنات، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تعزيز البنية التحتية للمحاكم ولا سيما تعزيز دور القاضي المقيم. جواب السيد الوزير. أنا كنشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع ديال القاضي المقيم. راه مهم جدا القاضي المقيم، لأنه هادو هما المواطنين اللي ما استفدوش من المرافق ومن الخدمات ديال الدولة، هما هادو اللي موجودين في الجبال وموجودين في مناطق نائية، من الموجود في المدينة كلشي قريب حداه كلشي قريب ليه. غادي نمشيو لهاد الآن، عطيتونا واحد الفكرة أننا خصنا نهيئ واحد الدراسة ونعطوها لكم في البرلمان حول ما هي المتطلبات ديال توفير القاضي المقيم في الخريطة القضائية في المغرب. تنعرفوا فين عندنا ونديروا برنامج عمل. اليوم نفتتحوا واحد العدد، السنه المقبله نفتتحوا عدد اخر ونفتتحوا عدد اخر ونمشيو فيها، وانا اعتقد بانه راه غادي يمكن لنا نمشيو في هذا الاتجاه هذا. والان خصنا نفتتحوا ونعطيهم اختصاصات اوسع شيء، اما ونعطيهم امكانيات اوسع. انا اعطيكم واحد النموذج قليل كيعرف لكم حتى فين قلت، كاين حدا تارودانت كان فيها القاضي المقيم ومحكمه السادات في 1957. دابا ما بقات لا سداد ولا مقيم ولا حتى شي حاجه، ما بقات 57 درنا تما المحكمه، دابا ما بقاتش. تنقول لهم كيفاش حنا كنزيدوا قدام كنرجعوا للور؟ لذلك حتى ملي تنبنيو شي حاجه بحال المندوبيه الثقافيه كنبنيو لهاد الشعب باش واحد يدير فيها المكتب ديالو. شكرا السيد النائب. تعقيب السيد النائب. تفضلوا السيد النائب. على الايضاحات اكدتم السيد الوزير. شكرا السيد الوزير على الايضاحات. اكدتم السيد الوزير خلال مناقشه مشروع الميزانيه لوزاره العدل برسم سنه 2022 على ان مشروع اصلاح منظومه العداله يقوم على عده مرتكزات، وعلى من بين اهمها المرتكز المتعلق بالبنيه التحتيه، وخاصه بان جميع يدرك ان هيبه العدالة لبلادنا ذات ارتباط، وتبقى وجود بنايات لائقة ومحترمة تليق بمكانة السلطة القضائية. وتباعا لذلك عمدت وزارتكم على تهيئ برنامج طموح بغاية النهوض بهذه البنية التحتية لسائر المحاكم المملكة، وهو الشيء الذي تم ترجمته على أرض الواقع من خلال انكباب وزارتكم على بناء بناية جديدة وإصلاح وتوسيع القديمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، ناهيك عن بناء قصور للعدالة الخاصة بالحواضر الكبرى والتي تتميز بنشاط قضائي مكثف، مما يتطلب كذلك على توفير التجهيزات الأساسية والمساعدة على تأدية المهام الوظائف المنوطة بها للمؤسسة. غير أنه في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لتجديد مجموعة من المحاكم وبناء أخرى، هو أمر يبعث على الاهتزاز والانشراح في الواقع، فإن مجموع من دور القاضي المقيم ظلت على حالها، ما بات يهدد كل العاملين والمرتفقين نظرا لقدامها ولغياب أدنى شروط السلامة الصحية، مما يجعل العمل بها أمرا مستحيلا. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد الوزير. بغيت غير نقول غير جملة، حنا المحاكم اللي غادي نبنيو إن شاء الله في المناطق القاضي المقيم غادي تكون محاكم مزيانة ومبنية بشكل مزيان باش ما تغرقاش الشتا بحال التيرانات. شكرا سيد الوزير.